مهد النجوم. يحتضن الكون الكثير من الغرائب والعجائب بين كنفاته، وهذا ما يدعو الإنسان للتساؤل عن بداية النشأة، وهذا ما يجعل الإنسان يقف للكشف عن خفاياه بالترقب والملاحظة، محاولاً الوقوف على نهاية الكون أو بدايته. يتصدر الفضاء مشاهداً خلابة بين الحين والآخر كالسدم التي تحتل أماكناً في الكون، يخيل للمراقب أنها لوحات تزين أعماق الظلام. هذه السحب الدوارة حول ذاتها ليست مجرد غازات ملتهبة، وإنما حاضنة لأهم لبنات الكون. إذن ليأخذنا التساؤل إلى حدود أبعد لنتعرف أكثر على ماهية السدم وكيفية نشأتها، وإلى أي مدى تصل أهمية وجودها في هذا الكون. السدم هي الكلمة الجمع للمفردة سديم، وسديم هو جرم سماوي من أكثر الأجرام السماوية إمتاعاً في التصوير، مبهر حينما تنظر إليه عبر التلسكوب. هذا السديم عبارة عن سحابة هائلة جداً من الغازات والأبخرة والغبار الكوني، يتكون معظمه من الهيدروجين، بنسبة كبيرة جدا من الهيدروجين تصل ربما إلى 75%، و 25% هيليوم، والغبار الكوني أو الأتربة الكونية الأخرى عبارة عن عناصر أثقل مثل الكربون. إن النظر إلى السدم في الكون لأمر غاية في الدهشة، ومتعة محفزة للبحث والتساؤل أيضاً. إذن دعونا نتعرف على السديم. السديم سحابة من الغبار تتكون نتيجة ظروف نابعة عن انفجار كوني، أو مخلفات نجوم قد تتفتت نتيجة اختلال في عملها. يحدث ذلك عندما تصل هذه النجوم إلى طور كهولتها وتلفظ آخر أنات حياتها بانفجار. تتكون أكثر السدم من حوالي 90% من الهيدروجين، وحوالي 10% من الهيليوم، وواحد بالعشرات من عناصر ثقيلة مختلفة من الكربون والنيتروجين والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد. سحابة المادة تلك كبيرة الحجم جداً، وفي الحقيقة إنها من بين الأجرام الأكبر في المجرة. العديد منها يمتد لعشرات أو لمئات من السنوات الضوئية. لكن ماذا عن أهمية السدم في هذا الكون الممدود؟ السديم فعلا يمكن أن نسميه البنية الأساسية للكون، لأنه هو وراء تشكل النجوم، والنجم هو في الحقيقة أهم جرم سماوي لتشكيل كل ما نرى حولنا، العناصر الثقيلة، الغازات المختلفة، وحتى الكواكب، وحتى نحن، فنحن جزء من تلك المادة التي انتشرت بانفجار النجوم في كل مكان لتشكل الكواكب والأجسام الثقيلة التي شكلتنا وشكلت كوكبنا الأرض ونحن من الأرض. فإذن فالسدم كغازات من الغبار والهيدروجين والهيليوم بشكل أساسي بفعل الجاذبية، والجاذبية دائما هي المحرك الأساسي الذي يلعب الدور الأكبر في تشكيل الكون وأيضا قص حكايته. في الماضي عندما تم رصد هذه الظاهرة في الفضاء، ظن الكثير من العلماء أنها مجرد تجمع للنجوم، والتي تشكل بدورها مجرة تمتد إلى ملايين السنين الضوئية. لكن بعد البحث والتقصي
تبين أن الأمر غير ذلك كلياً، فالسدم هي كتل البناء الأساسية للكون، فهي تحوي العناصر التي يبنى منها النجوم والنظم الشمسية، وهي أيضاً من بين الأجرام الأكثر جمالاً في الكون. تتوهج وتلتف بمزيج رائع من الألوان المنعكسة من أضواء النجوم داخل هذه الغيوم، فتجعلها تتوهج باللون الأحمر الجميل والأزرق والأخضر. هذه الألوان الناتجة من العناصر المختلفة داخل السديم. يمكن رصد السدم في بعض الكوكبات النجمية، فمثلا إذا رصدنا كوكبة الجبار وبالتحديد عند سيف الجبار، هناك ثلاث نجوم مصطفة تسمى بحزام الجبار، تحتها بالضبط هناك ثلاث نجوم أخرى صغيرة مصطفة أيضا تحت حزام الجبار. واحدة من هذه النجوم التي الواقعة في سيف الجبار تسمى بسديم الجبار أو M42، وهذه رصدناها بالمنظار الثنائي أو بالتلسكوب تظهر لنا فعلا بلون أحمر يعكس لون الهيدروجين، ويزيد حجمها عن حجم النظام الشمسي بحوالي 10 مرات، وفيها تتشكل النجوم. أيضا يمكننا رصد سديم كوكبي يقع في كوكبة هرقل، وهذا السديم طبعا يسمى بسديم الكوكب لأن شكله يشبه الكوكب، وبالتحديد يشبه إذا نظرنا إليه بالتلسكوب فإنه يشبه كوكب زحل تقريبا. السدم في الغالب منطقة ولادة النجوم، أي أنها الرحم الذي يحمل نجوم هذا الكون ويحتضنها إلى أن تولد وتعتمد على ذاتها. ففي هذه المناطق تتوافر تشكيلات كبيرة من الغاز والغبار وغيرها من المواد، والتي تتجمع معا لتشكيل كتل أكبر. والغازات والغبار بدورها تبدأ في جذب المزيد من المادة المنتشرة في السديم، وفي النهاية ستصبح هائلة بما يكفي لتشكل نجما أو أكثر. تتشكل النجوم الضخمة في مركز السديم، ويمكن رؤيتها نتيجة تأين الغاز المحيط بها بتأثير الأشعة فوق البنفسجية، والذي يساعد على جعلها مرئية في الموجات الضوئية. وتأخذ النجوم الجديدة في التشكل، ويطلق عليها حينئذ النجوم الشابة أو الناشئة. حينما حدث انفجار عظيم، هذا الانفجار المعروف الآن ببداية الكون، نتج عنه سحابة هائلة جداً وربما سحب كثيرة متناثرة. هذه السحب تتكون من الغازات التي نتحدث عنها، الهيدروجين، الهيليوم، وهي الغازات الخفيفة في هذا الكون، كونت المجرات. حينما تكونت المجرات وبداخل هذه المجرات توجد السدم كالرحم الذي يولد فيه النجوم. نحن نتحدث عن السديم كأنه هو ذلك الرحم الذي يولد فيه النجم، وكذلك هو نتيجة لنجم قد مات وانتهت دورة حياته. ما هو شكل السديم؟ يعتقد العلماء أن هناك أصلان مختلفان لوجود السدم في الكون. الأصل الأول يعود إلى المادة المتكونة من عملية خلق الكون نفسه، فبعد ولادته بقليل نشأت الذرات في الكون مكونة الغبار الأول وسحب الغاز، ما يعني أن الغاز والغبار الذي تشكل في هذا النوع من السدم لم ينشأ من النجوم، ولكنها المادة الأصلية من بدايات الكون. أما الأصل الثاني فهو نتيجة انفجار وموت النجوم. فمثلاً انفجار السوبرنوفا من النجوم العملاقة، والتي تحدث نتيجة موت النجوم قصيرة العمر، وهي النجوم الهائلة الحجم، حيث يلقي انفجار السوبرنوفا المواد حوله، وحيث تتأين تلك المادة بتأثير من الطاقة التي يمكن أن تنتج والجرم المتكون من هذا الانفجار. السدم سحب من الغازات، فبطبيعة الحال أن نتصور أن أشكالها هلامية غير منتظمة،
يعني لا نتوقع أن تكون السدم مثلا كروية أو بيضاوية أو مستطيلة أو بأي شكل آخر، فهي هلامية تنتشر بشكل عشوائي في المجرات، وهي جزء من المجرات، هي غازات منتشرة في كل مكان، فلذلك لها أشكال مختلفة. وهذا هو الجمال، حينما تنظر إلى سدين فتجده هي سحابة مبعثرة الجوانب ومبعثرة الأركان، فتظهر لك متوهجة في حينما تقوم بالرصد، فهي جميلة جدا. حجم هذا السديم يتراوح ما بين عدة وحدات فلكية، ربما 10 وحدات فلكية، يعني المسافة 10 وحدات فلكية، نتحدث عن المسافة بين الشمس وزحل مثلا، هذا ربما يكون قطر سديم من المسافة بين الشمس وزحل، هذا للتقريب 10 وحدات فلكية، إلى عشرات وربما مئات السنوات الضوئية. قد تتشكل السدم نتيجة موت نجم منخفض الكتلة كشمسنا، حيث أن النجوم التي لها كتلة تصل من 8 إلى 10 كتل شمسية تتطور إلى عمالقة حمراء في نهاية حياتها، وتفقد ببطء طبقاتها الخارجية خلال نبضات في غلافها الجوي، وعندما يفقد النجم ما يكفي من المواد ترتفع درجة حرارته وتنبعث منه الأشعة فوق البنفسجية لتؤين السديم المحيط به والذي ألقاه النجم. وهذا النوع من السدم يتكون أساساً من الهيدروجين، حيث تبلغ نسبته حوالي 97% تقريباً، وحوالي 3% من الهيليوم، بالإضافة إلى كميات ضئيلة من عناصر أخرى. هذه إحدى السيناريوهات التي تنتظر شمسنا باعتبارها من النجوم المنخفضة الكتلة. تم تصنيف السدم عند علماء الفلك على أسس عديدة طبقا لشكل السدم أو ظروف تشكلها، وعليها تم تقسيمها إلى عدة أنواع. إذن فما هي أنواع السدم؟ السديم الكوكبي، يتكون السديم عندما يشيخ النجم ويتقدم في العمر، ويكون قد أحرق كل الهيدروجين وتحول إلى الهيليوم في مركزه، وتحول أيضا الهيليوم إلى الكربون والأكسجين. السديم الإشعاعي، هو سديم يلمع نتيجة اتحاد الإلكترونات بالبروتونات لتشكيل ذرات الهيدروجين، وينشأ هذا السديم نتيجة انبعاث الأشعة فوق البنفسجية من نجم ما ساخن على سحابة من غاز الهيدروجين. السديم العاكس، هو سديم يلمع نتيجة الضوء المعكوس عليه من النجوم المحيطة به، حيث تقوم النجوم المضيئة والقريبة من السديم بعكس الضوء في المنطقة التي يتواجد فيها الغبار بكمية كبيرة. السدم المظلمة، هي سحب من الغبار التي تمنع أو تمتص أي ضوء منبعث من خلفها، تتشابه في تكوينها مع سدم الإنعكاس، ولكنها مختلفة معها فقط بسبب طريقة أو مصدر الضوء. من أنواع السدم، السدم اللامعة أو المضيئة والسدم المعتمة. من السدم اللامعة يمكن أن نطرح مثال، هو سديم الجبار. فهذا السديم تقترب، هو مكان لتشكل النجوم، ويحتوي على غاز الهيدروجين بكمية هائلة، وبداخله تتشكل النجوم، وتكون النجوم قريبة جدا من هذا السديم، لذلك يظهر لنا لامع من الأرض. على المثال على السدم المعتمة، سديم رأس الفرس، حيث تكون النجوم بعيدة عنه،
فلا تستطيع السدم أن تعكس الضوء القادم من النجوم فيظهر لنا هذا السديم معتم بعض الشيء. أيضا هناك سدم تسمى بالسدم العاكسة، حيث تكون النجوم قريبة نسبيا من هذه السدم فتعكس الضوء القادم منها، والذي عادة ما يكون باللون الأحمر نتيجة وجود لغاز الهيدروجين. أين تتموضع السدم وما هي علاقاتها بالنظام الشمسي؟ تملأ السحب الكونية الوسط بين النجوم داخل المجرات، وتتكون من الغبار والغازات بشكل أساسي، وقد تكون مضيئة أو مظلمة. معظم الغاز المكون للسدم هو الهيدروجين مع قليل من الهيليوم. كنظامنا الشمسي، ففي مركز كل نظام شمسي يوجد نجم، وهو الجسم الذي يقوم بتوليد الطاقة عن طريق التفاعلات الحرارية النووية داخله. تمتد النظم الشمسية على مسافة سنة إلى سنتين ضوئيتين تقريبا. قد يتداخل السديم الواحد مع أكثر من نجم في الوقت نفسه، فعلى سبيل المثال يضم سديم النسر العنقود النجمي M16 المؤلف من مئات النجوم اليافعة المضيئة. يعتبر نجم مجموعتنا الشمسية الشمس نجما في منتصف العمر وأكبر عمرا من هذه النجوم الصغيرة. في نهاية الهرم التراتبي الكوني تأتي الأجسام السماوية الصغيرة، الكواكب والأقمار التي بالنسبة للسدم هي مجرد ذرات صغيرة. أما الشهب والمذنبات والكويكبات فهي أجسام صغيرة. يمكننا اليوم أن نرى السدم منتشرة في كل مكان بين كوكبات السماء، أي في البروج. في كل برج لابد أن يمتلك سديماً أو اثنين أو أكثر، أو ربما يمتلك ما نسميه بالعناقيد النجمية، وهناك أنواع من العناقيد النجمية. والعناقيد النجمية في الحقيقة كانت سدما يوما ما قبل أن تتشكل لتصبح نجوما. ما هي أشهر السدم المعروفة للبشرية وتتم دراستها من قبل العلماء؟ أحد أكثر السدم شهرة في السماء سديم رأس الحصان الواقع ضمن كوكبة الجبار، هو جزء من سحابة جزيئية كبيرة مظلمة، ويعرف أيضا باسم برنارد 33. اكتشف هذا الشكل الغريب لأول مرة على لوحة فوتوغرافية في أواخر القرن 19. ينشأ هذا التوهج الأحمر بشكل أساسي من غاز الهيدروجين الواقع خلف السديم، والذي يتأين من النجم الساطع القريب سيجما جبار، ويظهر رأس الحصان بهذا المظهر القاتم بسبب الغبار الكثيف. بالرغم من أن الجزء السفلي من رقبة رأس الحصان يلقي بظلاله إلى اليسار، حيث تتدفق تيارات غازية مغادرة السديم موجهة بواسطة حقل مغناطيسي قوي. أما البقع المضيئة في قاعدة السديم فهي نجوم شابة في طور التكوين. ومن الجدير بالذكر أن الضوء يستغرق نحو 1500 سنة للوصول إلينا من السديم. نحن نعرف أن هناك مجموعة من السدم الشهيرة جدا في علم الفلك موجودة في كوكبات نجمية. الجميع يعلم ما هي الكوكبات النجمية. هناك مثلا كوكبة الجبار أو الصياد، معروف جدا ومشهور. في كوكبة الجبار يوجد حزام الجبار عبارة عن ثلاث نجوم متراصة، أسفل هذا الحزام يوجد جسم لامع حتى يرى بالعين المجردة في الصحراء، عبارة عن سحابة صغيرة جدا، حينما تنظر إليها بالتلسكوب تجد أنها سديم أو أنها عبارة عن سحابة هائلة جدا. هذا ما يسمى بسديم الجبار، يبتعد عنا 1300 سنة ضوئية، وقطر هذا السديم 12 سنة ضوئية، 12 سنة ضوئية عرض هذا السديم. الكون بما يحويه آسر للعقول وميدان للتفكر. أما السدم في أركانها لوحات فنية ومهد لولادة النجوم، فهل نرى إثارة أكبر مستقبلاً حولها؟ هذا ما سيطلعنا عليه العلم.